كمان معانا تويتر للأستاذ الفنان الكبير مصطفى درويش بخصوص وفاة الطيار أبو اليسر في قضية الأستاذ محمد رمضان. يعني كان الأستاذ مصطفى درويش بيقول: عملت إيه وظلمت مين كده علشان الناس وهي صايمة تدعي عليك بحسبي الله ونعم الوكيل؟ أنت في كارثة حقيقي وكارثة ما تتعوضهاش فلوس الدنيا، يا رب لا تجعلنا من القاهرين ولا من المقهورين. يعني دي ردود افعال الناس وردود فنانين. الاستاذ مصطفى درويش ده كان رده على الاستاذ محمد رمضان لما عمل الرياكشن بتاعه في وفاه ابو اليسر في حادثه الطيار. دي كانت الحاجات اللي معانا النهارده. معانا كمان يعني دراما رمضان السنه دي شويه مختلفه عن كل سنه، يعني دايما دراما رمضان بيبقى فيها شويه اجتماعي وشويه مش عارف ايه وفي شويه كوميدي. يعني السنة دي مش عارف احنا ليه مفتقدين الكوميديا في دراما رمضان، مفيش يمكن عندنا غير مسلسل بتاع علي ربيع بتاع أحسن أب. وده بحيل الأستاذ علي ربيع كمان، علي ربيع واخد من عندنا طفل اسمه محمود كان معانا في برنامج ستار كيدز في السيزون اللي فات، هو بيعمل دور كبير قوي في مسلسل أحسن أب. يمكن دي الحاجة الوحيدة الكوميدية اللي متسلطة أو اللي موجودة دلوقتي في رمضان، حاجة كده إيه بتروح على قلبنا زي ما بيقولوا. كل سنة وانتم طيبين، وتحياتي للأستاذ الكبير الفنان الجميل علي ربيع ملك الكوميديا دلوقتي في رمضان. هنطلع ناخد فاصل بفيديو صغير عن الجمال وعن الحاجة الحلوة وعن الشعر الكيرلي وعن الضيوف اللي هي